خالد يوسف يثير الجدل بتصريحاته في تفاعلكم، كشف عن العمل الأقرب لقلبه وتجربته مع يوسف شاهين، أعلن خطته القادمة لتقديم أعمال درامية، وفاجأ الجمهور بتعليقه على المخرج محمد سامي. حل المخرج خالد يوسف ضيفاً على برنامج تفاعلكم، وكشف خلال اللقاء عن أقرب الأعمال لقلبه، مؤكداً أنه فيلم حين ميسرة، واعتبره العمل الذي صنع اسمه في عالم الإخراج السينمائي، وأكد أن الفضل في عمله بمجال الإخراج يرجع للمخرج يوسف شاهين، وقال إنه إذا فاز بالأوسكار يوماً ما، سيكون أول شخص يشكره هو يوسف شاهين. خالد يوسف تأثر بالعديد من الشخصيات التاريخية البارزة، لكن الشخصيات التي تأثر بها بشكل كبير هما طه حسين وجمال عبد الناصر. أكد خالد يوسف أنه تعرض للعديد من الحملات المعادية، لكن هذا لا يؤثر على مشواره في الإخراج، وأكد أنه المخرج الأعلى أجرا في مصر حتى الآن. وعندما ذكر اسم المخرج محمد سامي أشاد بتجاربه الإخراجية في إطار الدراما التلفزيونية. خالد يوسف ينوي تقديم أعمال درامية خلال الفترة المقبلة، لكنه سيؤجل هذه الخطوة حتى يقدم 3 أو 4 أفلام. وكشف أنه من المحتمل أن يقدم المسلسل في 10 حلقات فقط، لأن تجربة العمل الدرامي في 30 حلقة صعبة وأصبحت لا تناسب ذوق بعض المشاهدين الآن.